كذا يا حبيبي. وهذا السيك. يا حبيبي ليتس جو. السلام عليكم شباب، معكم ديستنجر او جهدي. اليوم راح نلعب معكم لعبه اوفر واتش ملتي بلاير. طبعا هذه اللعبه بي في بي بس، يعني بس ملتي بلاير، ما فيها قصه، ما فيها اي شيء. واذا انت عندك كان بري اوردر راح تقدر تلعبها قبل بيومين، بس اذا ما عندك بري اوردر تقدر تنزل الديمو تاريخ 5/5/2016، يعني بعد يومين بنشوف هذا الفيديو. يعني المهم راح نلعب جيم بلاي كامل بشخصيه تريسر، اذا ما خبرني اسمها، ما حد ما اعرف اسم الشخصيات صح. في مصر يا حبيبي، اول مره العب هذا الماب. طبعا لعبت كم من جيم، عدلت الحساسيه شوي، عدلت اشياء خفيفه. تريسر يا حبيبي، هذه تريسر. تريسر اسمها، مو تراكر، تريسر. طبعا هذه الشخصيه سريعه بالنسبه لي. خلينا ناخذ عليكم فرد الشخصيات. جنجاي اسمه، والله ما ادري اساميهم. في شخصيات مره خرافيه. طبعا هذه اول ست شخصيات على اليسار هجوميه، وهذه تعتبر زي الجوكر او السبورت. هذه الديفنس، وهذه لا، هذه سبورت الهيلث. هذه هيلث، هاي تقريبا بين الهجومي والدفاعي، صاير وسط بينهم دي المجموعه. فخلينا على تريسر يا حبيبي، هجوميه. ويهو. حاليا احنا في وضعيه الدفاع، عرفتون كيف؟ شوف فوق مكتوب prepare your defense. نروح لمنطقة قبل لا يطلعون الأعداء. هذه المنطقة أهم شيء ما يكبشروها. أوه هذه الجهة من جهتهم، تعال تعال يا حبيبي. إي هذا رسمهم. خليني أزبن في محل جيد. أبي محل جيد أزبن فيه يا حبيبي. يلا اطلع. اهم شيء ما في اكزيت وراي ولا شيء، لان ما لعبت هذا الماب من قبل. حلو. اوف طار. هلو سبرايز بيبي. اوف قريب اموت. في هيلث فوق هناك. ما اقدر العب. اخذت الهيلث. طبعا ما في هيلث ريجنريشن للعبه. هلو بيبي. هذي وين راسه هذا؟ أح فقع وجهي. والله رشني رش وهو ما يدري. يلا ما عليه، مشي في هالمرة. طبعا أنا نوب في اللعبة، اللعبة توها جديدة، فلا تاخذون علي شباب. بس لعبت كم جيم، فهمت شوي أساسيات اللعبة، وشفت فيديوهات حقها كثيرة، فنلعبها. شو بس الصراحة والله شي جامد والله. الفترة الجاية راح كلها العبها، بس خليه تنزل نهاية هذا الشهر تاريخ 24 تقريبا، بعد 21 يوم. وح سبرايز بيبي، تعال. هذي تريسر زي اهرب يا جهدي. اهرب اهرب. 3-1 ما بقدر. ابي واحد هل اثنين. هو في هذا هناك. حلو. تعال حربت تريسر نفس شخصيتي هذه. تعال انت. هذه سوبر. حلو قتلنا. جابني. طبعا السوبر لحق ارمي جرنيت في الارض و بالمثلث ويموتون. ولا اقدر اطلع، ما اقدر اطلع الكل كم، لازم استنى. ويمديك تغير الشخصيه، تضغط مثلا مربع وتغير الشخصيه اي وقت تبيها يعني. هذا الشيء الممتاز. يعني حسيت شخصيتك ما تنفع للوضع اللي انت فيه، تقدر تغير اي لحظه. لا 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 يكبشرون، اهم شيء لا يكبشرون. وين الطريق؟ الطريق 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 يا حبيبي. يوسف حبيبي والله اسف. دافع معاي يا اخوياي. تعالوا ايه شيل شيل يا حبيبي يا الجهلي شيل.
خمسة كل ستيك شيل هذي بيقتلني. بموت أبي هيل. هذا عطى سوبر يشيله شيل يا جهدي والله انهم بس أبي هيل. اح بموت وين رحت انا بموت. هذا سوبر حق مسوي الولد. أبي هيلث أنا بس أبي هيلث. ما عليه خسرنا بس ما عليه ما بيموت مسوي كل سريك هذا الولد. ما أدري أماكن الهيلث في هذا الماب. والله الواحد هلفني حلو بس تعال. اوه باقي له ون شوت 7 بلاير. اوه ريفايف حبيب قلبي. هلا تعال خلينا نسوي ريبن سريع. ما بيموت هذا الولد. والله هلكني والله كان يقتلني والله والله كان يقتلني بس والله حماس يا شباب. والله اتوقع هو متاكد ما في حد وراي. فيه فيه شيل حبيبي تريسر. هذه عندي سوبر حلو. اوه في هيلث من هناك عارف ان حد هيلث. تعال شيل. تعال انت ايش قاعد هناك قوم موت. اوه يخرب بيته. هذا السهم مره قوي. اوه هذا السهم مره قوي. هذا ريو هذا هنا اسمانهم. تعال انت ويا تعال شوف هذا اللي سويت. هذا هنا في النهاية اوكي. اخ جابوني والله بس والله اكشن. هذه مرة ما قدرت يعني ارجع للحياة. اوه هذي سلق على الجدران. هذا السهم بس مره قوي. هذا السهم بطيء طلقته بس مره قوي. هني في هيلث حلو بس بعيد عن المعركه هناك. حاليا مره مسيطرين عليهم احنا. هذا يوسف عند تانك. الولد عند هيلث ما شاء الله 500 يعني 150 فرق في الهيلث. اذا تبي تعرف الهيلث طبعا شوفه تحت على اليسار في الزاويه جنب الاسم. اوه يا حبيبي بس فايزين مره فايزين. اوه عندي سوبر. تعال انت حي تانك. تعال وينك والله ازيك فيك. اوه هذا سنايبر لي. ما ادري راح اترسل. شوف دام اخوياي هنا اروح اخذ فلانك سريع. حلو. اوه هذا هيلث. اوكي اوكي يوسف حبيبي. يلا وين سبورتر يوسف. هذا شيء حلو. هذا شيء بعد الحلاق. والله هذا قادح الولد. هذا السبورتر قادح يا حبيبي. تعال تعال انت معاه. تعال خليني ارشك تخرس بانك بس والله ان هذا قادح. تعال هذا هذا دي جي. اخ ليه دخلت خطا والله ما ادري دخلت مره مستعجل بقتل بس مره حشرت نفسي في زاويه يعني. مع انك انت تقدر تطلع منه بالار 1. يلا حلو
نتعلم نتعلم. اوه هلا مرحبا. وي تعال تعال تعال. اوه دبل كيل يا حبيبي شيل. كأنه واحد. ايوه هلفيني هلفيني جزاك الله. هلا هلا ابوي هلا هلا تعال تعال. في هيلث داخل هناك المفروض ما اروح خلاص. الا اذا ابغى اضمن واحد بقتله. هذا ريفلاي هذا نينجا ولا يسوي سوبر. في هذا السوبر الحق يرجع وراه. في تعال وشيل دبل كيل يا حبيبي. وهذا ستيك. يا حبيبي ليتس جو. ما في الا دبل كيل يا حبيبي ليتس جو. ما ادري كيف جابني الوقت بس يلا ما عليه. ليتس جو والله يا حماس. هذا في السعودي وما في تقطيع. ما ابدا ما في تقطيع. ما شميت ريحه تقطيع. هذا العاب بليزرد يا حبيبي. انت ايش تبي من الهيلر؟ انت ما ادري من الهيلر اساسا اللي يساعدني سبورت. ايوه هنا تعال. هذا شوف ناس وايد تلعب فيه بس ما ادري شكله قوي. حاليا انا تعجبني تريسر ليش؟ يمديني اتحرك سريع. صحيح ان الهيلث حقها مو قوي بس يمديني اتحرك مره سريع وادخل واطلع من الكومبات فايت مره سريع والدمج اللي حقها عالي. هذا اهم شيء الدمج. شوف هذا مسكين ما يدري انه وراه. هذا ما يدري انه وراه. المنيت يا حبيبي ليتس جو ليتس جو يا الجهدي. هوهو بلاير اوف ذا جيم يا حبيبي. ليتس جو ليتس جو يا تريسر. اوه اي هذا مش دبل كيل. وش قدام مش دبل كيل. وهذه دبل كيل ثاني حبيب قلبي شيل. اوه 31 حبيب قلبي شيل. فيكتوري فيكتوري يا حبيبي فيكتوري. فكده شباب تقريبا وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا هذه اللعبة أول جيم أشوف أعمل لكم إياها تسجيل لايف. فأنتوا أعطونا رأيكم شباب في اللعبة، هل تشوفونها ممتازة قادحة أو أبو كلب؟ بالنسبة لي أشوفها مرة حماس. الفترة الجاية راح أنزل عنها في القناة وراح تكون أغلبها هذه اللعبة. فأتمنى شباب عجبكم الفيديو استمتعتم فيه. لا تنسون اللايك فيفر سبسكرايب. أشوفكم على خير فيديو جاي. السلام عليكم.